لعلي أن أنال بهم شفاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، ملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الدين. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، لازلنا نتحدث عن أخطر وأهم العقبات التي تعترضنا على طريق التوبة إلى الله جل وعلا. تحدثت في الأيام الماضية عن العقبة الكؤود وعن العدو اللدود ألا وهو الشيطان. أسأل الله أن يعصمني وإياكم من شره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العقبة الثانية عقبة قريبة منك جدا، بل هي فيك، ألا وهي عقبة النفس. قد يسأل كثير من شبابنا وأولادنا وأحبابنا: ألا تصفد الشياطين ومردة الجن في رمضان؟ والجواب بلى، تصفد الشياطين ومردة الجن. إذن لماذا نرى المعاصي والشهوات في رمضان تنتشر انتشار النار في الهشيم؟ بل ويضعف كثير من الناس في رمضان أكثر من غيره. إنها النفس، إنها النفس الأمارة. وقد وصف الله النفس في القرآن بثلاث صفات لا رابع لها. الصفة الأولى النفس الأمارة، والثانية النفس اللوامة، والثالثة النفس المطمئنة. ما هي النفس الأمارة؟ النفس الأمارة هي التي تؤزك أزا على المعصية وتأمرك بالشهوات وتزين لك الشبهات، هي نفس جاهلة ظالمة، هي نفس تأمر بالسوء وتحضنا عليه. قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هذه النفس أيها الأفاضل هي من أخطر العقبات التي تعترض سيرك إلى الله، ولكنها قابلة للترويض وقابلة للفطام، بل ومهيئة لذلك حتى لا تتصور أن الأمر عسير. الله جل وعلا يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن النفس مهيئة للتزكية والتدسية، إما أن تزكيها وإما أن تدسيها. التزكية للنفس تحتاج منا إلى مجاهدة ومحاسبة، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. لكن الذي أود أن أذكر به الآن أن النفس إن فطمتها عن المعصية
وألزمتها بلجام التقوى، وألهبت ظهرها بصوت الخوف والمراقبة لله جل وعلا، انفطمت عن المعاصي وانقادت. لا تستكثر هذا، أعلم أنه يسير على من يسره الله عليه، وعسير على من خذل ولم يوفقه ربه جل وعلا. الأمر يحتاج فقط إلى صدق نية وصدق إرادة وصدق عزيمة وصدق مجاهدة وصدق محاسبة وعلو همة. فالناس صنفان: صنف ملكته نفسه الأمارة بالسوء، وجعلته النفس مطية إلى كل معصية ومطية إلى كل شهوة، كلما اشتهت شيئا أزت صاحبها عليه ففعل. إن اشتهت طعاما أو شرابا أو معصية إلى غير ذلك. وصنف ملك نفسه وقهرها وألجمها بلجام التقوى لله، وألهب ظهرها بصوت المراقبة والخوف من الله جل وعلا، فانقادت. ربما تصرخ في وجهك، ربما تتعبك، ربما تزين لك أنها لن تنقاد أبدا ولن تستقيم، لكنك إن دربت نفسك مجاهدا لها، فاطما لها، ملهبا لظهرها، مراقبا لربه، خائفا منه، خائفا من الوقوف بين يديه جل وعلا في اليوم الآخر، مرة بعد مرة سترتقي هذه النفس الأمارة بالسوء حتما إلى مرتبة راقية، ألا وهي مرتبة النفس اللوامة، اللوامة التي ستلومك على كل قول وعلى كل فعل، سواء كان القول قول خير أو الفعل فعل خير أو قول شر أو فعل شر. قال ميمون بن مهران: لا ترى المؤمن إلا يلوم نفسه على فعل الخير والشر. على الخير لماذا لم يكثر منه؟ على الشر لماذا وقع فيه؟ لماذا لم يتصدق بمئة جنيه بدلا من أن يتصدق بعشرة جنيهات؟ لماذا لم يقل قولة خير في هذا المجلس الفلاني؟ لماذا لم يفعل هذه الطاعة؟ لماذا لم يفعل هذا الخير؟ لماذا كذب هذه الكذبة؟ لماذا اغتاب أخاه؟ لماذا نقل هذه النميمة؟ لماذا أشاع هذه الشائعة التي أصابت الناس بالفزع والرعب والهلع والجزع؟ وهكذا يلوم المؤمن نفسه دوما بعد تأنيب للنفس الأمارة، وبعد تهذيب وتزكية وتربية، تصبح هذه النفس الأمارة التي تؤزك على فعل المعاصي نفسا لوامة لك، تقرعك وتوبخك وتقول: لما لم تكثر من هذا الخير؟ ولما فعلت هذا الشر؟ لذا كرمها ربنا وأقسم بها، فقال جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، إنها نفس كريمة انتقلت نقلة كبيرة عظيمة من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة. فيبدأ الإنسان يملك نفسه، ومن ملك نفسه ملك، ومن ملكته نفسه هلك. لا تنسى هذه العبارة: ومن ملك نفسه ملك، ومن ملكته نفسه هلك. الطفل حين تفطمه أمه يبكي ويصرخ ويملأ البيت ضجيجا، يمضي اليوم الأول وتمضي الليلة الأولى ولا يستطيع أحد في البيت أن ينام، ويخف بكاء الطفل في الليلة الثانية وكذلك في الليلة الثالثة. فإن قدمت الأم ثديها لطفلها في الليلة الرابعة قال كخ، ولفظ كخ كلمة نبوية فصحى، كخ خلاص. كذلك النفس ستقول لك كخ. الزنا لا خلاص، الخمر أبدا، ترك الصلاة أعوذ بالله، الكذب المؤمن لا يكذب، الغيبة والنميمة ألا تستحي، أكل الحرام أعوذ بالله،
أيما جسد نبت من الحرام فالنار أولى به، وهكذا تملكها أنت ولا تملكك هي، إلى أن تطمئن النفس إلى ربها فترضى به ربه، وترضى بالإسلام دينا، وترضى بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولا تشعر بالسكينة إلا مع الله، ولا تشعر بالأنس والسعادة إلا مع الله، بل وكلما جالست الخلق شعرت بالوحشة والضيق، ولا تريد هذه النفس إلا أن تخالط الخلق على قدر إلا على قدر الحاجة للمخالطة، فإن قضت مصلحتها فذكرت بخير ونهت عن شر وأمرت بمعروف ونهت عن منكر وحققت مصلحة لدينها أو لدنياها هجرت الخلق، لأنها لا تشعر بالأنس ولا باللذة ولا بالسعادة إلا مع الله جل وعلا. اللهم اجعلنا وإياكم من أصحاب هذه النفس المطمئنة. يبقى لوامة، يبقى أمارة، وبعدين تؤنبها وتوبخها وتهذبها وتزكيها، فتصبح هذه النفس الأمارة بإذن الله تعالى لوامة لك في الخير والشر، ثم ترتقي بك هذه النفس وترتقي بها إلى مقام ومرتبة النفس المطمئنة التي لا تشعر باللذة ولا بالأنس ولا بالسعادة إلا مع الله جل وعلا. فهي نفس تفر من الكسل إلى العمل عزما وجدا، وتفر من الجهل إلى العلم به قصدا وعزما، وتفر من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. نفس لا تشعر بالسعادة إلا مع ربها، إلا في الصلاة، في الذكر، في قيام الليل، في الأمر بالمعروف، في الإحسان إلى الفقراء والمساكين، في أعمال البر، في أعمال الخير، في التحرك للدعوة، في التحرك للدين، في التحرك لمصلحة البلد. هذه النفس نفس أبية، نفس زكية، نفس نقية تقية، نفس مطمئنة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتزينوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة عمن حاسب نفسه في الدنيا. طيب الحساب، حساب قبل القول والفعل وحساب بعد القول والفعل. تحاسب نفسك قبل الكلام وقبل الأفعال، سؤال عن الإخلاص: ليه أنا جيت هنا؟ وليه أنا مواظب على الدرس؟ وليه ما شاء الله إخواني وأحبابي ربنا يبارك فيهم يحرصون على الدرس، ومنهم من يحضر من قبل الواحدة ليلة؟ ليه؟ ليه جيت؟ ليه بتتكلم؟ ليه بتسكت؟ ليه بتحب؟ ليه بتبغض؟ ليه بتعطي؟ ليه بتمنع؟ السؤال الأول عن الإخلاص: هل عمل لله أم لدنيا أم لشهرة أم لجاء أم لوجاهة؟ أنا جاي ليه؟ أنا بتكلم ليه؟ أنا بعمل ليه؟ يبقى السؤال أول عن الإخلاص. طيب تكلمت وفعلت، سؤال تاني بعد القول وبعد العمل: هل كان قولي وعملي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى سؤال عن الإخلاص وسؤال عن الاتباع. وهكذا المحاسبة دي يا إخواننا منهج، منهج كامل لا يمكن على الإطلاق تصل بالنفس إلى مقام النفس المطمئنة إلا بعد منهج شديد للمحاسبة. طب المحاسبة دي كلمة لا إطلاقا، إنما المحاسبة منهج. خلي بال حضرتك كده، أول خطوات هذا المنهج، وهنفصل بقى إن شاء الله تعالى غدا، أول خطوة من خطوات هذا المنهج لمحاسبة النفس لتهذيبها وتزكيتها وترقيتها إلى منزلة النفس المطمئنة، أول خطوة عملية المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى عليك وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك.
لأول نقطة، المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى علينا وبين جنايتنا وتقصيرنا في حق ربنا جل وعلا. هنرجع للكلام ده. اثنين، المقايسة بين الحسنات والسيئات. انظر في حسناتك وسيئاتك، يا ترى الكفة هي اللي ترجح، كفة الحسنات ولا كفة السيئات ولا الكفتان متساويتان؟ يبقى المقايسة بين الحسنات والسيئات. طب اعرف دي ازاي؟ دي لها شروط. حان الان موعد اذان العصر. الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يبقى المقايسة بين الحسنات والسيئات. طب اعرف دي ازاي؟ دي لها شروط. المقايسة دي لها شروط. اول شرط نور الحكمة نور العلم، وهنفصل الكلام ده. الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة. الشرط الثالث سوء الظن بالنفس. يبقى دي المقايسة الثانية، المقايسة بين الحسنات والسيئات.
طب المقايسة الثالثة، المقايسة بين الإخلاص والرياء. بهذه المقايسات نستطيع أن نضع منهجا عمليا لمحاسبة النفس لتزكيتها وتربيتها وترقيتها من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. طب انت معك نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. دي نعمة جليلة، نعمة كبيرة، أن تكون موحدا وأن تكون متبعا للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة والله من أجل النعم. يبقى وازن بين نعم الله عليك، نعم لا تعد ولا تحصى. نسماك الواعظ خرج في رحلة صب مع ملك من ملوك الدنيا، فالملك ده فقد الماء فقعد يلح في طلب المية، الحقوني كوبية مية بسرعة شوية مية. فلما أحضر له كوب الماء قال له ابن السماك: يا سيدي بالله عليك لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الآن؟ قال: بنصف ملكي. قال: بالله عليك ولو حبس فيك فبكم تشتري إخراجه؟ قال: بنصفه الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب هنأك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. وظن أنت شفتم أن الملك لا يساوي شربة ماء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طول ما أنت واقف مع كل نعمة، خلي بالك أنا بتكلم في المحاسبة، طول ما أنت واقف مع كل نعمة تلاقي النعمة بتتوالى، النعم بتتوالى تطرى، وانت كل يوم الذنوب بتتوالى تطرى، والتقصير بيزيد والجناية بتكبر. الله، فالإنسان يولد له هذا النظر وتولد له هذه المقايسة شعورا بالخجل وشعورا بالحياء وشعورا بالتقصير في حق الملك القدير. يبدأ يفكر: أما استحييت إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ده لو غفر لك يكفي أنك ستعاتب، يكفي أنك ستقف بين يدي الملك ليعرض عليك تقصيرك وجناياتك وذنوبك. والله لو غفر، المؤمن يشغله الحياء منه جل جلاله، هذا هو حال المؤمن. يبقى مع كل نعمة انظر إلى ذنب من ذنوبك، انظر إلى تقصير من تقصيرك، انظر إلى جناية من جناياتك في حق ربك جل وعلا، لتولد لك تلك المقايسة هذا الشعور بالخجل وهذا الشعور بالحياء. كيف يعطيك الله هذه النعم لتسخرها في معصيه؟ ألا تستحي يا ولد الغالي من الله جل وعلا وأنت تقضي الليلة مع موقع إباحي من مواقع الإنترنت لتقضي الساعات الطويلة مع الزناة والداعرين والداعرات؟ ألا تستحي من ربك جل وعلا؟ ألا تستحي وقد أعطاك نعمة البصر وقد أعطاك نعمة الأنامل وأنت تتلاعب بها على هذه الآلة لتنتقل من موقع إلى آخر؟ ألا تستحي من ربك؟ أجعلت الله جل وعلا أهون الناظرين إليك؟ وأي عاصٍ لله ينظر إلى نعم الله تتوالى عليه تترى ليولد له هذا النظر؟ الإسراع بالتوبة والأوبة ومقايسة ومحاسبة هذه النفس ومجاهدتها بقدر ما يستطيع العبد، هذه مقايسة الأولى. أيها الأفاضل، أواصل الحديث مع حضراتكم غدا إن شاء الله تعالى للوقوف على هذا المنهج العملي، وصلى الله على نبينا محمد.